المسلسلات وطريقة العرض وتحسن من أدائها وجذب أكبر عدد من المتابعين لها، وهي واحدة من القنوات البارزة والمعروفة في الوطن العربي، ولها العديد من المتابعين الذين يتابعون كل ما تعرضه أول بأول من جميع دول الوطن العربي، وهي تقدم مجموعة من القنوات العربية والتركية، ويوجد العديد من محبي المسلسلات التركية والذي يستمتعون بما تقدمه قناة روز الفضائية. وتتميز القناة بالفواصل الإعلانية القصيرة أثناء المسلسل، حيث حتى يتسنى لكم المشاهدة دون انتظار طويل أو ملل، وتقدم القناة أيضا عروض تشويقية للمسلسلات التي تعرض عليها وتذكر وقت عرض المسلسل. يبحث الكثير عن التردد الجديد لقناة روز بعد تطويرها وتحديثها، وهي تبث محتواها عبر القمر الصناعي والأشهر النايلسات، وتقدم المسلسلات الشيقة العربية والتركية القديمة والحديثة دون انقطاع طوال اليوم. والتردد كالتالي: تردد القناة على النايلسات 10815، الاستقطاب أفقي الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6. إذن تردد قناة روس الفضائية على القمر الصناعي نايلسات 10815، الاستخدام أفقي الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6. وبذلك نسأل الله أن نكون موفقين بنقل إليكم التردد الجديد للقناة، ونكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.